تحية لكم وأهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم تتابعوننا عبر منصة هنا لبنان. طبعا انتهت لجنة الاتصالات من مناقشة خطة الطوارئ المتعلقة بالاتصالات والإنترنت بحال تطورت الأمور وتوسعت الحرب. وهنا سنعرف أكثر عن ما تم البحث به في جلسة أو لجنة الاتصالات مع عضو لجنة الاتصالات النائب سعيد الأسمر. يعطيك ألف عافية. خبرنا اليوم عم ينحكى كثير يعني احتمالات توسع الحرب وما هي خطة الطوارئ المتعلقة بالاتصالات والإنترنت تحديدا. خبرني يعني إلى ما تم التوصل إليه في هذه الجلسة. وزارة الاتصالات حسب ما بلغتنا أنه بخطة الطوارئ نحن على مستوى الداخلي مأمن الاتصالات الداخلية، ولكن في حال توسع ركبة الحرب فعليا وصار في ضرب لكل مصادر الانترنت اللي نحن بنعرفها هي مين لكوابل البحرية، يمكن يكون في عنا أزمة بالوقت الحالي. كرمال هيك صار في رجع فتح للموضوع للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية من مال والكوابل البرية من تاني مال، اللي هي للأسف مربوطة بقانون أيسر بسوريا لنقدر نتواصل مع الخليج والخطوط البرية من مال، والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية اللي هي معلقة تحديدا وبشكل أساسي بشركة ستارلينك اللي هي قادرة تأمن أكبر خدمة. الخدمة اللي هي بتغطي تقريبا 15,000 يوزر واللي هن بالحد الأدنى كافين لحتى ما ننقطع كليا. مزبوط ما بيغطوا كل لبنان، ولكن هي بتكون خطة طوارئ وهي بخارج الحرب هي حاجة للشركات العالمية اللي عم تشتغل بلبنان لا يكون في عندها إذا بدك خطة بديلة حتى بالأيام الحالية نأمن لها استمرار بعملها. هيدي متوقفة حاليا بموافقة الأجهزة الأمنية ببعض الأمور التقنية واللي ما زالت تخضع على الأخذ والرد من مال بين مجلس الوزراء وشركة ستارلينك للاتصالات. للأسف بعد ما وصلنا لحل نهائي لأنه شركة ستارلينك بدها عقد لحتى تقدر تأمن هدول الأمور التقنية، والدولة اللبنانية ما بتقدر تعطي عقد قبل ما تاخد الموافقة عليها. بعده عم ينشغل ونطرح بعض الحلول لنشوف كيف ممكن نزللها، لأنه فعليا لبنان لا يمكن أن ينقطع عن الاتصالات ونحن بحاجة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية كان ستارلينك ولا غيره. طيب لنكون واضحين مع الناس اليوم، برأيك هل الأمور رح تسلك طريقة نحو الحل بالنسبة لخطة الطوارئ أو لا رح نكون أمام مشكلة حقيقية بحال تطورت الأمور وتوسعت الحرب؟ إن شاء الله ما بنوصل للمشكل، ونحن كلجنة اتصالات وكمعنيين بملف الاتصالات عم نتابع الموضوع مع الوزارة ومع كل المعنيين لحتى نوصل لهذا الحل، ورح نضلنا ندفش لحتى نوصل لهذا الحل. هلأ بالنهاية الأمور مش بإيدنا لأنه مرتبطة من مال بشركة الاتصالات العالمية اللي عم بتقدم، ومن تاني مال بالأجهزة الأمنية. نحن بدنا نحاول نزلل العقبات وكل الدعم للوزارة بعملها لحتى عن جد نقدر نوصل لحلول ترضي الجميع وحلول تقدر تأمن استمرارية وتواصل لبنان مع الخارج في حال توسع ركعة الحرب. شكرا كثير لك أستاذ سعيد الأسمر عضو لجنة الاتصالات. إذا مشينا رح نحاول نحكي مع وزير الاتصالات. يعطيك العافية معليك. سؤال إذن يعني مشاهدينا كنا يعني عم نحاول نتواصل مع وزير الاتصالات جاني الكرم اللي كان حاضر بالجلسة جلسة لجنة الاتصالات. طبعا مثل ما خبرنا عضو اللجنة النائب سعيد الأسمر هناك خطة طوارئ للاتصالات والانترنت، ولكن هناك العديد من العقبات اللي عم بيحاولوا انه يحلوها قبل تطور الامور وقبل توسع الحرب. شكرا على حسن المتابعة. طبعا رح نعود لكم فور ورود اي جديد. شكرا.